اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. وتعالوا النهارده نعمل اكله مصريه قديمه لطيفه قوي قوي، خرشوف بالتربيه. يعني مش ماسك له خرزانه بربيه، لا، التربيه بتبقى صوص عليها رو، يعني دقيق وزبده، فبتبقى تقيله شويه، وبيبقى معاها لحمه بتلو. بتتاخد اللحمه بتلو دي، عندكم كذا اختيار، يا اما تاخدوها من السمانه، يا اما تاخدوها من الكولاطه وافضل ذلك، يا اما تاخدوها من الموزه زي ما انتم عايزين، حته طريه ولطيفه، ومعاها الخرشوف واللحمه وجزر. ايه بقى مكونات الحدوته دي؟ طبعا قلنا خرشوف، لحمه، جزر، ومعانا كريمه وزبادي، ومعانا دقيق وزبده، ومعايا بقدونس تجميلات، ومعايا المواد اللي هسلق بيها الخرشوف، والمواد اللي هسلق معاها اللحمه. اللحمه بتاخد بصل، حبهان مستكه لور، والخرشوف بياخد ملح وفلفل وليمون. اوكي، طب تعالوا نبتدي بقى. اول حاجه هنعملها طبعا نحط البصل في اللحمه عشان نسلق اللحمه، وورق اللور او ورق الغار، والمستكه، والحبهان. خلاص، وبعدين هنزل باللحمه بتاعتي كده اهو، كيوبز، مكعبات زي ما انتم شايفينها كده، مش كبيره. اوكي، تنزل كده واطمئن عليها whatever كده كده اهو كده، وما تغطوهاش بقى وانتم بتسلقوا اللحمه، ما تغطوهاش لانه هتعمل ريم، ونبتدي كل ما يطلع الريم نشيله لغايه ما اللحمه تستوي. مش تاخد كتير قوي سوا، دي بتلو لطيفه وتبقى طريه وحلوه قوي قوي، ما بتستويش كتير. تعالوا بقى ايه، هنسلق الخرشوف بالمواد اللي قلنا معاها، ملح، فلفل، ليمون. الملح هنا هحطه بعد ما تغلي وتبتدي تخش في مرحله سوا، احط الملح. لو حطيت الملح من الاول تقسى. اوكي، طيب نظبط خرشوفنا. ممكن احطه كده، ممكن، وممكن اقسمه على 4. يعني انا بفضل اقسمه على 4 عشان تبقى ايه، يعني المعلقه كده واخده خرشوفايه معاها. اوكي كده اهو 4. لو واحده كبيره قوي ممكن اقسمها على اكتر من 4، لكن يعني اوكي. في الخرشوف المجمد هتلاقوا منه نوعين، في نوع فيه بقايا للورق وبيبقى عالي، اوكي، بيبقى اعمق، ده للحشو. وفي اللي هو فوندارتيشو اللي هو قلب الخرشوف، اللي هو ده لطيف جدا للسلطات وللطبيخ، بيبقى حلو قوي. طبعا الخرشوف لما كان، لو كان طازج وبشغله، يعني بسلقه او بعمله سلطه وات ايفر، وانا بقشره عشان اخد قلبه، لازم يكون معايا شويه ميه فيها شويه ليمون صغيرين قوي. اوكي، عشان اول ما تتقشر تتحط في الميه فورا، والا هتسود من كم الحديد اللي فيها. الميه غليت تماما، انزل بقى بالخرشوف. اوكي كده اهو، ما يستويش قوي قوي، يعني بنتكلم في 3 دقايق مثلا، علشان لسه هيستوي مع التربيه. يعني لما هيتحط له الصوص اللي هو معمول بالرو ومرقه اللحمه، هيبتدي تتسوى معاها شويه زياده. هناخد شويه ملح زي ما قلنا، اوكي، فلفل صغيرين، مش كتير قوي عشان تربيه، وهيبقى فيها صوص ابيض، فمش عايز يبقى شكلها مش حلو مع الفلفل. اوكي خلاص، دي هتقول كده مع بعضها 3 دقايق. في الوقت ده هحضر الرو بتاعي وبحط عليه من المرقه، وبعدين يبقى كريمه هنزل عليه بالزبادي اللي هو هبتدي دلوقتي اعمله اربه مع شويه ملح عشان يبقى ناعم، واحط عليه كريمه وانزل بيه على الكلام ده، فيبقى ايه معايا التربيه اللي بنتكلم فيها. خلاص شويه ملح، نرب الكلام ده. اوكي ناعم قوي كده وجميل. احط له شويه كريم واخد منه زي ما انا عايز للتربيه بتاعتي. خلاص كده اللحمه كده بنتكلم في كمان لايك 10 12 دقيقه. تعالوا نعمل الرو ونشوف ايه. علي شويه النار على الرو نبتدي نعمله. طيب انزل بالزبده اوكي والدقيق، ومعايا المضرب ده عشان ده بلاستيك، لما بحط بلاستيك بستعمل عشان الطاسه بتاعتي ما تتجرحش، ما نحطش حاجه تجرح الطاسه، حاجه حديد جواها وانا بقلب. اوكي ممكن اعمل عمليه تباديل وتوافيق، اقوم ناقل دي على النار التانية وجايب اللي بيغلي ده على النار اللي اضعف، عشان هو اوريدي بيغلي فمفيش مشاكل اني احطه على نار اوطى شويه. اوكي ونخلي ده هنا. اوكي ابتدي بقى ايه كده، اخد المرقه بلوش كده بمغرفه وانزل على الرو شويه شويه. هي سخنه اني واي فمش هتعمل مشاكل وانا بنزل بيها. لازم انعم انعم خالص عشان لما احط الخرشوف واللحمه بعد كده ويغلي الكلام ده كله مع بعضه ما الاقيش كلاكيع من الدقيق. اوكي اخد مصفى مثلا كده اهو، واخد بالراحه بالراحه عشان هنا كده ممكن دلوقتي يطلع معايا لحمه، يطلع معايا بصل، مش عايز البصل ينزل. اوكي التربية حاجة عاملة كده زي السوس بلانش بس أخف كتير. خرشوف كده خلاص. اطفي عليه النار بقى. اوكي، وارفعه. اوكي، المصفى مهمة عشان ما اخدش حبهان، ما اخدش ورق لور. ها، انا عايز المرقة بس. بعد كده اللحمة هتتاخد لوحدها. نشوف كده القوام عامل ازاي. جميل. اوكي، خليها بقى شويه كده على النار عقبال ما اروح اصفي الخرشوف من الميه، وبعدين اجي اخد الروده احطه على الخرشوف واحط عليه اللحم. يبقى هناخد معانا المصفى عشان نصفي الخرشوف في الحوض على طول. اوكي، كده اهو، ونصفي. اوكي، جميل. يلا ناخد الرو احطه عليها، او يعني ها ده الكلام ده حلو ده. يلا، واطلعها على النار تاني وانزل لها الجزر الاول. خليني احط ده بقى عليها ونقلب. عليها نار ونحط ده ونقلب. تقدروا على فكرة تعملوا الخرشوف بالتربية من غير لحمة، ده وارد وجايز وشرعي، مش أي مشاكل. اوكي، بيبقى لايك سوب. طيب، هناخد بقى اللحمة واحطها معاه. خليني اخدها بتونج عشان انقي اللحمة بالظبط كده. عشان مش عايز اخد البصل الحقيقه، مش عايز اي حاجه تطغى على طعم الخرشوف وانت بتشربوها كده او بتاكلوها. مش عايز حاجه تطغى على طعم الخرشوف. البصل مع اللحمه عشان يعني اللحمه لو كان فيها زفاره ولا حاجه، فالبصل مهم في سليق اللحمه. كيوبز صغيرة زي ما انتم شايفين كده، فبتبقى في المعلقة لطيفة، وهي ايه، بايت سايز، يعني على قد اللقمة زي ما بيقولوا. بس. نشوف بقى الكلام ده عامل ايه معانا. جميل جميل جميل. اغطيها بقى شويه واسيبها تغلي. اشيل الكلام ده بقى، كل الحواديت دي نشيلها. وهي اغطيها واسيبها بقى تغلي براحتها شويه، لايك 10 دقايق، ونطلع فاصل ونتقابل بعد الفاصل. واستناكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا عملنا خرشوف باللحمه البتل والتربيه، حاجه جميله جدا 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 زي ما انتم شايفين كده اهو، وجزر وبقى حاجه حلوه قوي. تعالوا نغرفه وبعدين نعمل مع بعض شوربه جزر. نغرفه خلاص بقى. انت كده ايه، ثانك يو، اديت غرضك، ندفع عليه. ناخد لوش مغرفه، يعني ناخده كده ونقرب ده كده عشان ما نعملش مشاكل. اوكي، ناخد على قد ما احنا عايزين كده. شايفين التربيه لطيفه ازاي؟ طبعا مفيش احسن من الادب. ما هو لو كان في الناس كلها عندها خرشوف بالتربيه كانت الدنيا بقت حاجه ثانيه خالص. anyway الحقيقه يعني أنا أفضل أزود من اللحمة شوية، يعني كل اللحمة، أحط كل اللحمة الموجودة، يعني هي كلها بايت سايز، يعني مش قضية. أوكي، والخرشوف. أوكي، نشيل بقى الحدوتة دي خلاص بشربتها كده، بحدوتها بتربيتها، وهنقدم ده ونعمل كده ونقدمه بألف هنا وشفا. جميل جدا جدا. تعالوا بقى نعمل ايه؟ الحدوته الثانيه. هنحط شوربه الجزر. طب مرقه يا ولد. طيب بصل. طيب جزر. الكلام ده يغلي مع بعضه، والجزر طبعا مبشور زي ما حضراتكم شايفين، فمش هياخد وقت جامد قوي قوي يعني عشان يستوي. بنتكلم في 10 دقائق، something like that، كتير قوي. واذا احتاجنا ميه بنحط له شويه ميه مغليه للسوا برضو. ايوه طبعا الجزر بعد 3 4 دقائق والبصل والكلام ده هتلاقوه ايه، راح هبطان كده ومنزل شويه ميه. هنساعد الكلام ده بان احنا نحط شويه ملح طبعا بتاعنا، اساسا لازم نملح، هنملحه كده، ونراعي انه الملح ما يزيدش مننا لانه الجزر anyway مسكر، ومش هحط فلفل. اوكي، ومتهيألي انا هحتاج شويه ميه. نونه نونه. اوكي كده اهو، كده اهو. طيب بما ان انا بقى ايه براعي الحدوته دي وانا واقف هنا، يبقى كده ايه، نقفل عليها او يعني ننساها شويه ونعمل الرو بتاع الايه، الشوربه بتاعتنا. شوربه اي كريم، اي شوربه كريم بيبقى فيها رو، بيبقى فيها كريمه. يعني انا طبعا بفضل انه بعد ما اسوي الدنيا خالص، لو كانت مثلا بسله احط كام حبايه بسله، لو كانت كوسه احط يعني معلقتين كوسه مبشوره، والجزر كذلك، اي حاجه كده. اوكي، سبانخ، او حاطط مثلا ايه 3 4 ورقات سبانخ معمولين كده في الزيت شويه، شكلهم يبقى لطيف كده ولونهم حلو قوي، احطهم على الوش. يعني ها، بحب اعمل الحركات انا دي. نحط بقى ايه الزبده، الرو، زبده طب مسيحها الاول، يعني هو طبعا افضل انها تسيح الاول بما اني اوكي كده ماشي. انت عايزك ايه؟ تغلي شويه بسرعه. تمام يلا الكلمه اللي بنقولها كل مره، اول ما الكلام ده يستوعب نفسه كده مع بعضه كده ياكل بعضه، يعني الزبده تدوب في الدقيق والدقيق يتجانس مع الزبده والقصه دي، ابتدي ايه؟ انزل باللبن. لبن طبعا، كريمه ممكن، لبن وكريمه طبعا جائز. وما ننساش ان هنا اوريدي في مرق دجاج بقى، مرق لحمه انتوا سالقينها، وات ايفر مرق يعني. اوكي فبعد الرود ده ما بيتعمل وبيتعمل الصوص الكريمه بتاعته، بيتحط ده على ده ويتضرب وهكذا. خلصت القصه، سهله 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 وبسيطه. اخر حاجه هنشيل ده وانزل بقى اللبن كده اهو. اوكي ونقلب لما تنعم. اوكي لما تنعم اطلعها على النار تاني، مطلعهاش على النار قبل ما تنعم. اما تعملوا كده وتلاقوها مش ماسكه في الحله او في الكازرول او في الطاسه وات ايفر اللي بتعملوا فيه، يبقى خلاص كده احنا ايه؟ وصلنا لقوامنا. خلاص ما دام وصلت لمرحله الغليان ممكن اوطي عليها، لأن الحاجة لما بتغلي بتوصل لدرجة الغليان بتاعها. أي سائل ما دام غلي مش محتاج نار عالية تحتيه، لو حطيته شمعة تحتيه بعد ما توصل الغليان هيظل محتفظ. شايفين أهو هو كده، تعملوا كده تلاقوه إيه؟ عشان بس الطاسة بيضة فأنتوا مش حاسين بيها أهو كده. خلاص يبقى إحنا كده إيه؟ خلصنا الدنيا هنا. أوكي أبتدي بقى إيه؟ أحط ده على ده. طب إزاي أحط ده على ده؟ هقول لكم حالا. هناخد الاول شويه من هنا كده اهو، احطهم هنا كويس واقلب اقلب 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 عشان اخد قوام سلس، عشان اقدر ايه؟ انزله الناحيه التانيه بس كده. جميل كده اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. انزل بقى كده اهو هنا اهو، سائل كده ينزل هنا. اوكي خلاص نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه تقلبتين حلوين، يغلي غلوه وبعدين يتضرب مع بعضه. خلاص كده هو بيغلي مع بعضه حلو قوي. هاتوا جنبي هنا عشان ميبقاش لما اضربه ما يبقاش في وسط الدنيا. يلا نوطي عليه بقى شويه. خلاص زي ما قلنا ده بيقفل. تحاسبوا على ايديكوا وتحاسبوا على هدومكوا وانتوا بتضربوا الحكايه دي، علشان بتبقى سخنه جدا طبعا، فمش عايزين حوادث. ناخد الكلام ده كده اهو ونضرب بالراحه. اوكي بس. اوكي كده خدنا القوام بتاعنا اللي احنا عايزينه، واللون وكل حاجه ايه 10/10. اوكي يلا خليني اتخلص من هذا ونرجع نغرف في الكلام ده. ناخد الطبق بتاع الشوربه، اوكي، ونغرف الشوربه. بسم الله. اوكي وبعدين هاخد شويه بشر كده قليل قوي واعمله كده. بس كده. دي شوربه الجزر بالهنا والشفا، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص، وابقوا معانا.